ونحن موقفنا كشعب او كحكومه معناها مازلنا مش عارفين وين نحطوا رجلينا. نحن نقول للحكومه هذه يا اما تكون عند مستوى تطلعات الشعب التونسي. بعد ما سمعنا الخبر في العائله كنا كل ملمومين في العائله، تلمينا جو الناس جو الاقارب، تفجعنا فجعه كبيره، واحد ينفي واحد ياكد، واحد يقول ما عندناش، واحد يشاع الله اعلم. تفجعنا الناس كل، كلمنا عمي ما نعرفوا حتى شيء، ما سمعنا حتى شيء، كنا نتفرجوا من التلفزه معنا ما عندناش معلومات جينا من برا، كنا نتبعوا من التلفزه كي الناس الكل. من بعد كي خرجت وزاره الخارجيه وتكلموا الكل بثوا فينا شويه مل، ولتو فينا شويه مل، وربي قدر الخير. هكا كاي صحفي سمعت بالخبر في وكالات الانباء الدوليه، في وكالات الانباء الفرنسيه، في فرانس 24 سمعت الخبر، يعني اعدام نذير الكتاري وسفيان الشرابي. ما صدقتش الخبر بصراحه، لانه يعني نزوله كان كبير عليا في شخصي بحكم نعرفهم، معناها المصدر المعلومه منين كيفاش، حسيت بالعائله نتاعهم، عملت تليفونات عملت اتصالات باش نثبت من صحه الخبر ولا لا. للامانه ما نجمش نوصل للمصادر في ليبيا، عندي شويه مصادر في ليبيا لكن الوضع في ليبيا متقلب برشا، ما نجمش نوصل يعني للمصدر الرئيسي للخبر. الناس كلها ما عندهاش خبر صحيح ولا لا، حابين نتبعوا الخبر نشوفوه صحيح ولا لا، وان شاء الله وان شاء الله اللي نتمنوا ان ما يكونش معناها صحيح الخبر هذا، وهذا ينعكس على الصحفيين هنا والاعلاميين في جهه قفصه وايضا في كامل تراب الجمهوريه. يعني وضعيه صعيبه، يلزم السلطات المسؤوله والمعنيه، وزاره الخارجيه، وزاره الداخليه، الكل ما عنده علاقه بحمايه الصحفي في تونس وفي خارج تونس يلزم يتدخل لوضع حد لهذه الامور هذه في علاقه بقضيه نذير الكتاري وايضا قضيه سفيان الشرابي، لانه اللي صار معاهم معناها الى حد الان مازال مجهول، وهو معناها الوقفه الاحتجاجيه نتاع الاهالي والمجتمع المدني والصحفيين والاعلاميين في قفصه حبوا يعرفوا الحقيقه، ونحبوا نعملوا حد اللي قاعد يصير في علاقه بالصحفيين والاعلاميين في تونس. والله احنا مفجوعين، ومش كان من امس مفجوعين، لنا اربع شهور مفجوعين الحق، ونذير ولدنا، واي اعلامي ولدنا كلكو سوا ولد الجهه ولا ولد جهه اخرى، معناها اي اعلامي يقوم بواجبه راه ولدنا، وحنا معناها كناشطين في مجتمع مدني نساندوا ومساندين ديما معناها الاعلام، ومطالبين انه ولدنا يرجع سالم نذير. نحبوا الجهات معناها تعطينا الخبر الصحيح، رانا متحيرين، ان شاء الله يرجعوا سالمين، وان شاء الله معناها نحرصوا اكثر، خاطر نجم يكون نذير دو وتروا بروشانمون، معناها هذاك الشيء لازم نساندوا الكل، معناها كل نساندوا اولادنا كيكو سوا في الاعلام ولا في المجتمع المدني ولا في اي موقع. معناها نحب نقول للشعب التونسي والحكومه التونسيه خذوا عبره من فرنسا، شوفوا فرنسا اولادها يا اخي، هم اولادهم واحنا مش مولادنا يا اخي، احنا هم بشر واحنا ماشيين بشر، هذا هو. احنا نحبوهم يعملوا معادله كيف رانا كيف هذاك صحفيين وهذوما صحفيين، علاش فرنسا الكل تخرج والعالم الكل يساندها وتونس لا؟ عليه حسوا بينا، حسوا بامه خاصه امهاتهم الزوز، احنا كي سفيان كي نذير كل اولادنا، حسوا بامهاتهم وبياتهم وكهو. احنا رانا من العائله رانا مشويين، لكن نتي رانا ما نحسوش حتى مجرد قيد انمله، معناها من الاحساس اللي تحس به الامهات نتاعهم وبياتهم. هذا شن احنا انا نحب نوصلها الرساله هذه للدوله وللحكومه وللناس الكل، هذو يحسوا بينا ويعملوا كيما عامله فرنسا على اولادهم وكهو.